يومي فين؟ والنبي يا اختي لو سمحتي، ما تعرفيش امي ودوها على فين؟ الباقي في حياتك يا بنتي. ايه؟ لا يا حبيبتي، انا قصدي على الست اللي كانت هنا، امي. مش الست سعيده الله يرحمها؟ لا لا، ماما 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 ستي ماما يا ماما. خالتي في ايه؟ امك مالها؟ امي حصل لها ايه؟ ما تتخضوش، مفيش حاجه. امال ودوها لعينيا ليه؟ هحكي لكم. حجه انت كويسه؟ حجه يا ساتر يا رب، الست باين عليها ماتت. يا ساتر يا رب. يا ام نيه، ام نيه الحقي. ايه؟ الست ما بتنطقش. نادي على الدكتور بسرعه، مفيش نبض. اداريهم خدوها وهي مغمى عليها، الست افتكرتها بعد الشر ماتت. وعزه جلال الله، انا لو منك كنت مسكت الوليه دي وقعدت اديها بالراس لحد ما تشلب دم. اللي فولت على امك دي. بالعكس يا احلام، ده الست الله يبارك لها هي اللي خدت بالها ان امي في كوما. يعني هي مش اغمى زي كل مره؟ مش فاهمه حاجه ومش لاقيه حد يفهمني. يا دي الخيبه، يعني احنا جايين هنا ودافعين دم قلبنا عشان برضو في الاخر نفضل مش فاهمين؟ قولي لها يا اختي، قولي لها. انسه حبيبه. ايوه يا استاذ. احنا محتاجين فلوس العنايه، والعنايه حسابها غير حساب الغرفه العاديه. معاكي فلوس ولا لا؟ انا ملحقتش اجيب فلوس، اصلا انا الصراحه يعني ما كنتش عامله حسابي، بس والله العظيم انا هتصرف، انا هروح اجيب فلوس وارجع لك على طول، بس والنبي ما تهملوش فيها. ما تدخلنيش في حوارات، لو ما جيتيش هجيلك انا. في ايه يا استاذ؟ انت هتحددنا؟ مش اسلوب على فكره. استني بس يا احلام، يعني هو حضرتك المبلغ ده كام يا فندم؟ دي حسابات، في حساب غرفه وفي حساب عنايه. دكتور نادر طمني، فيها يا امي في ايه؟ مفيش حاجه، جالها هبوط بس ودخلناها العنايه. اهم حاجه دلوقتي عايزك تكتبي لي موافقه عشان نعمل لها عمليه الفتاء ضروري. طب اطمن عليها الاول. مش هينفع تدخلي، احنا مانعين الزياره. طب قول لي بس يا دكتور، الله يبارك لك في ولادك، امي عندها حاجه خطر؟ خليها على الله، امك برضه ست كبيره في السن. اهم حاجه دلوقتي هتوافقي على العمليه ولا تتحملي المسؤوليه؟ مسؤوليه ايه؟ مسؤوليه انها ما تعملش العمليه والمضاعفات اللي تترتب عليها. مش عارفه، انا معيش فلوس على اخرها والله، بس انا في نفس الوقت مش هينفع اطلعها من هنا. معكيش فلوس؟ طيب بصي بقى، انت تاخديها على اي مستشفى حكومي ولا تضيعي وقتك ولا وقتها. وخلي بالك كل دي هتفرق في عمرها. اللهم بلغت، اللهم فشل. البنت فتحية راحت مع الموظف. في ايه بنت مالك؟ مفيش يا خالتي، مفيش. مفيش ازاي؟ انت عينيكي مليانه دموع. تعالي فوقي يا حبيبتي. هتفرج يا حبيبه والله. ايه ده انت هنا؟ بقول لك ايه يا رفايده؟ هو انت ليه بتتعمدي تضايقيني؟ ليه مصره تدخلينا في مشاكل انت مش قدها؟ اسال سيف صاحبك اللي عرفنا على بعض مين هي رفايده علوي، لانه واضح انك لحد دلوقتي ما تعرفش انت اتجوزت مين. ما ينفعش خالص تتكلم معايا بصيغه تهديد. والله؟ لا، يبقى استني بقى اما اكلمه عشان يعرفني على شخصيه مراتي اللي بتنام جنبي في سرير واحد. هو ده بس اللي يفرق معاكي؟ بكلمك ازاي؟ انما ايه اللي بيضايقني مش مهم. لاني عارفه انت طبعا زعلان عشان انكل يوسف بتاعك اكيد كلمك يعيط لك ان الشيك بتاعه خرج بمبلغ اقل من المبلغ اللي اتفقنا عليه. اللي اتفقتوا عليه؟ كويس قوي بقى انك عارفه انك اتفقتي على حاجه وما نفذتيهاش. عادي جدا،
ما هو لما راجع ملفه ولاقيه مش مسدد اقساط بضمان مرتبه وعامل فواتير موبايل اوفر لمن وكل ده ما بصيتيش فيه ليه قبل ما تمشي الراجل؟ ما تصرفش فيا كده. انا اعمل اللي انا عايزه. وبقول لك يا رفايده، صدقيني مش من مصلحتك انك تختبري صبري، صدقيني مش صح. جيبي بقى شاي احلام ريقي ناشف. لا يا اختي ده اخر بقى ده اللي فيه البهريت. واحنا نفضل قاعدين كده؟ اللي عايز يروح يروح، انا عن نفسي مش هتنقل من هنا غير لما اطمن على امي. هو انت قطر كده على طول؟ يعني هي امك لوحدك؟ انا ما كملتش كلامي، انا قصدي اقول هنفضل قاعدين كده يعني من غير ما حد يستعنينا يفهمنا ايه اللي بيحصل؟ ما احنا لو كان في وسطينا شنب كانوا استعنونا. هو ليه كل حاجه تربطوها بالرجاله يا احلام؟ احنا مش محتاجين رجاله، ياما في رجاله بشنبات زي ما بتقولي ورامين اهاليهم ولا سائلين فيهم. بس برضو يا اختي ضل راجل ولا ضل حيطه؟ خليكي خايبه زي ما انت، ده بالنسبه لك انت. انا بقى مش فارق معايا الراجل، انا هفضل في ظهر امي لغايه اخر نفس فيا. انت عيبك ان دماغك ناشفه وعنيده، احنا مهما كنا جامدين وجدعان في النهايه ولايه مكسورين الجناح. انا عمري ما هبقى مكسوره الجناح مع عمري. سيبكوا بقى من الهري ده. لا مش هري، واثبت لك بقى ابوك الله يرحمه لو في وسطينا مش كانت فرقت؟ ابويا الله يرحمه هو في زي ابويا يا احلام؟ عشان كان راجل بجد الله يرحمه. وهي فين بقى الرجاله اللي بجد دلوقتي؟ اديكي يا فالحه ابتديتي تفهمي. وبعدين حتى لو احنا دلوقتي لوحدينا ولايه زي ما خالتك بتقول، بس في الاول وفي الاخر معانا ربنا ونعم بالله. الو، مساء الخير يا انكل يوسف. اهلا اهلا يا حازم، ازيك يا حبيبي؟ انا بخير الحمد لله. بص انا بكلمك عشان اعتذر لك على اللي حصل معاك، واعتذر لك اكتر اني ما عرفتش احميك من كل الاحراج ده. لا يا حبيبي ولا احراج ولا حاجه، انت ما قصرتش يا حازم. لا قصرت، وقصرت قوي كمان، بس صدقني انا بمر بظروف صعبه، يعني عندي شويه ضغوط كده، بس ده مش هيمنعني من ان اصلح ولو جزء بسيط جدا من اللي حصل معاك. يا حازم ما تكبرش الامور. لا اسمعني ارجوك، بكره الصبح هتلاقي في حسابك كل المبلغ اللي اتفقت عليه بالظبط. والله يا حازم ما في داعي لكده. لا معلش، دي اقل حاجه ممكن اقدمها لك. وتاني بكرر اعتذاري، صدقني انا هحاسب اللي غلط. ماشي يا يوسف بيه، هكلم حضرتك تاني. اوكي مع السلامه يا حازم. الله الله، بقيتي بتتسحبي وبتتصنطي، ايه ده؟ غير الموضوع، غير. مش مكسوف من نفسك؟ عايز الحق، مكسوف. أول مرة معرفش أقيم الناس، بس ملحوقة يا رفايدة. بص بص، كل الكلام ده يدخل من هنا يخرج من هنا عادي. أنا بس بقولك لو عايز تدلع وتهشك أنكل يوسف بتاعك يبقى من جيبك مش من جيب الشركة. هنشوف مين اللي هيتدلع يا رفايدة. من فضلك لو سمحت. ايوه الله يبارك لك. الجو هادي اهو ومفيش حد خالص، ممكن ادخل ابص على امي في العنايه؟ ممنوع والله. وبعدين كفايه ان انا سايبكم قاعدين بعد مواعيد زياره، بصراحه انا كنت عايز امشيكم كلكم. معلش يا اخويا دي برضه امنه، ربنا يخلي لك الوالده الله يرحمها. بس انتوا ما جيتوش ليه في وقت الزياره؟ هو امتى وقت الزياره؟ من 12 ل 2. ما انا كنت هنا برضك والدكتور هو اللي قال لي ما تدخليش. يبقى كده الحاله ما تسمحش بالزياره. هي عندها ايه؟ مش عارفه والله يا اخويا، محدش بيفهمني كويس هنا. طب استهدي بالله بس، اسمعي انا ادخل ابص عليها واطمنك. ربنا يبارك لك يا رب. اسمها ايه؟ سعاده. مستنيني هنا. حاضر. طب هيجي معاك؟ لا لا. ايه يا عم مجد؟ يا عم خضتني يا عم. ما تقلقش يا راضي، الدنيا نايمه. بقول لك ايه؟ في حاله عندك اسمها سعاده. اه اللي نايمه هنا دي. وفي ايه؟
هيدخل يطمني على ماما.